ما هيك أحسن؟ ايه احسن. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة جميعا في منتدانا الأسبوعي الذي نستضيف من خلاله علماءنا الأجلاء لنلقي الضوء لننهل من إرث حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونسعد اليوم بالشيخ طه محمد سكر الحافظ الجامع ضيفا على منتدانا لهذا الأسبوع ليحدثنا عن الاختلافات الفقهية المعاصرة. مدة المحاضرة كالعادة حوالي 45 دقيقة، نفسح المجال بعدها للأسئلة والمداخلات. من لديه سؤال أو مداخلة إن شاء الله نفسح له المجال لذلك بعد المحاضرة. أنقل الكلام الآن لأستاذنا المحاضر ليبدأ المحاضرة، تفضل أستاذ. الله يجزيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وبعد أيها الإخوة، طبعا العنوان قد يكون عنوان عريض يحتمل الغوص في غيابة البحار العميقة في هذه الاتجاهات الفقهية المعاصرة، ولكن قلت أنا إنها عبارة عن ومضات أو إشارات أو تلميحات لما يحدث على الساحة الفقهية المعاصرة، وما هي الاتجاهات المعتبرة التي رسخت أقدامها في هذا العصر الخير إن شاء الله. طبعا المعروف أن الفقه هو أشرف العلوم، وقد رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا الإنسان ما بيعرف الغيب، ولكن إذا رأى نفسه لديه الهمة لأن يخوض في تعلم الشريعة وتعلم عباداته ومعاملاته، علاقاته مع الله سبحانه وتعالى، وعلاقاته مع نفسه، وعلاقاته مع من حوله، فإذا تعلم هذا وحرص على أن يطبق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. ومن أراد أن يعتمد على غيره لكي يسأل هنا وهناك ويتصيد الرخص والأمور التيسيرية، فليحذر على نفسه. أولا، يعني الفقه باللغة هو الفهم العميق، السبر بأغوار المسائل، وليس أشياء سطحية. بيعرفوا علم الفقه الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طبعا كل كلمة لها مدلولها. الأحكام الشرعية هي مثل ما مر معنا العلاقة مع الله، مع الخلق، مع النفس، ما هو حكم الله عز وجل فيه بمقتضى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. في عنا خمس أشياء رئيسية، أحكام خمسة رئيسية التي يدور عليها الفقه في كل محاوره: الفرض والسنة والحرام والمكروه والمباح. الأحكام الشرعية هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، سواء كان اقتضاء يعني طلب، أو تخييرا يعني مباح. طبعا الطلب ممكن أن يكون جازم، بيكون فرض مثلا أقيم الصلاة، وإما أن يكون الطلب غير جازم كسنة الضحى مثلا، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض صحابته على فعلها ولم يلزمهم فيها ولم يفعلها دائما، فهذا طلب غير جازم. إذن الاقتضاء الطلب الجازم وغير جازم،
أيضا الطلب قد يكون ترك فعل جازم، مثل مثلا الأشياء الحرام، لا تقربوا الزنا مثلا. أما الطلب الغير جازم فهو مثلا مثل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان واقفا، ولكن رؤي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يشرب واقفا مرة من المرات ليعلم أمته أن هذا ليس طلب، ليس يعني ليس ترك فعل جازم، وإنما ترك فعل غير جازم. نعم، الخطاب الله خطاب من الله إذن الذي يتعلق بالمكلفين، اللي نحن المبلغين الذين جعلنا الله عز وجل خلائف في الأرض، فكل شيء لا يتعلق بهذا لا يسمى علم فقه. مثلا لا تتعلق مثلا بأفعالنا، تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، فهذا مو اسمه علم فقه، اسمه علم توحيد. نعم، إذن الاقتضاء يعني هو الطلب، طلب اللي هو فرض اللي هو طلب جازم، طلب غير جازم اللي هو سنة، وترك اللي هو جازم اللي هو حرام، وترك غير جازم اللي هو مكروه. نذكر بالأحكام الخمسة التي عليها مدار علم الفقه: الفرض والسنة والمكروه والمباح والحرام. نعم، إذا نحن بنرجع شو قال هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: اقتضاءً أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء فهمناها، وتخييرا فهمناها، أو وضعا يعني يضع الله عز وجل شيئا سببا لشيء آخر، أو يضعه شرطا لشيء آخر، أو يضعه مانعا لشيء آخر. يعني إذا بدنا نترجم هالكلام، غروب الشمس سبب لكي تكون صلاة المغرب قد بدأ وقتها، هذا وضع. وأيضا الوضوء شرط للصلاة، أيضا هذا وضع. الذي يمنع من الحكم مثلا مثل القتل يمنع من الإرث، هذا أيضا وضع. فإذا نرجع منذكر، لأنه هذا يعني هذا مهم الواحد يعرفه ابتداء كعلم فقه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هدول 3 شغلات. نعم، إذا علاقتنا مع الله عز وجل، الصلاة بأنواعها لها حكم، يجب معرفة الحكم من الأحكام التكليفية الخمسة، العلاقة مع الآخرين، البيع والزواج والشراء والرهن وما شابه ذلك، وكل أنواع المعاملات أيضا تخضع للأحكام الشرعية الخمسة. هذا كلام نظري، أما ما يحيط به من غلاف لكي يقبل هذا العمل، فلا بد أن نتذكر قول العلماء الذي دائما يذكرون به: كل عمل القبول لا بد له من شرطين، أن يوافق الشرع، وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم، طيب ماذا نفعل؟ نحن كيف نتلقى هذا العلم؟ نتلقى هذا العلم أن نسأل أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقلنا أن الأحكام الاعتقادية ليس لها علاقة بأفعال العباد فلا تسمى فقها. العلم الفقه المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما هي الأدلة التفصيلية التي وضعها الفقهاء؟ 4 أدلة رئيسية هي التي يكتسب من خلالها علم الفقه: القرآن والسنة والإجماع والقياس. ليش قال المكتسبة؟ لأنه مثلا علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه عن طريق الوحي، فليس بمكتسب. نعم، يجب أن نعلم أيضا أيها الإخوة، يعني أننا بتعلمنا الفقه نخفف على أنفسنا كثيرا من العناء وعن البعد عما لا يرضي عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا يجب أن نعلم لماذا يجب علينا أن نتعلم الفقه. يجب أن نعلم أن الشيء الأساسي في الفقه هو أن الخلاف سنة كونية في الحياة، هي إذا ما حطيناها متهمين بالتعصب والانحياز
لمذهب دون مذهب، او لرأي دون رأي، او التمسك او التشنج بالطريقة اللي نحن تربينا عليها وتعودنا عليها. نعم، يعني اكثر مثال بيضربوه العلماء الاصول على موضوع الخلاف انه سنة كونية هو صلاة المسلمين في بني قريظة: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالعقول سبحان الله تتنوع وتختلف، يعني ما لا يستطيع، لسنا قوالب، نحن لسنا مثل الهارد ديسك تبع الكمبيوترات، انه كل واحد بتصنع الآلة 100 قطعة 1000 قطعة ماشيين ورا بعضهم. لا، كل إنسان الله عز وجل منحه شيء من العقل يختلف عن الآخرين. ويبدو يعني أن يعني بس المحورين الأساسيين للاختلاف هو أنه إما أن يكون يأخذ الأمر الظاهري أو أن يأخذ مقاصد الأمر. فالصحابة قسمين: قسم اللي أخذوا الأمر ظاهري صلوا العصر وتأخروا في الوصول إلى بني قريظة، والقسم اللي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصده أنه يكونوا هناك ويسرعوا، فأخر الصلاة وصلى هناك قضاء، وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام كلاهما، رغم أنه واحد منهم أكيد صحيح مو الاثنين، ولكن تغافل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع بسبب أنه بوحي من الله عز وجل علمه أن هذا الكون يعيش على الاختلاف وعلى هذا المنحى، ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه ولذلك خلقهم. مثال الثاني أيضا: شخصين من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على سفر وتيمموا، ثم بعد ذلك وجدوا الماء، كلاهما وجد الماء. الأول توضأ وأعاد الصلاة لأنه ما كان في ماء. الثاني ما أعاد. فعندما عرضوا حالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له الذي لم يعد؟ قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. اللي عاد الصلاة لك الأجر مرتين. نعم. الأمر الثاني أيضا كما ذكرنا بالفقه، أنه يجب أن يكون على صلة بالله عز وجل وأن يحسن النية دائما بصلته. الأمر الثاني: الفقه يعلمنا الورع، وهذا شيء تعلمناه من الجيل الأول من الصحابة ومما بعدهم ومن الذين بعدهم. يعني كما ورد: لا يبلغ المؤمن درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يعني الأشياء المباحة، حذرا مما به بأس. فنحن الآن كثير من الناس يبحثون عن السهل، إنه بركي بتشوف لنا شيخ شيء هيك يقول تظبط لنا إياه بمعرفتك بمعيتك، بتم بيحوص السائل حتى يلاقي جواب من أحد المشايخ مما يتقر به عين السائل ويرضى بهذا السؤال. فهذا يعني كيف يصل إلى درجة المتقين؟ هو عم يدور على شيء مشان يخفف الشعور بالذنب إنه ارتكب مكروه مثلا أو ارتكب مرتكب حرام. مرة سمعت من الشيخ أسامة حفظه الله، شيخ أسامة الرفاعي، إنه عن الشيخ أمين الشنقيطي هذا اللي صاحب كتاب أضواء البيان، كان طبعا بحر من العلوم هو رحمه الله، كان مجاور لمسجد المدينة، كان مستأجر بيت يعني وطالب إنه فيها. نعم، وكان نظام في تلك الأيام، عم نحكي نحن الستينات والخمسينات أو بهالعصر هذا، المالك مثل عندنا بسوريا ما بيحسن يخرج صاحب الأجار، وإجا قال له صاحب البيت، لأنه دري صاحب البيت أنه المنطقة هي بدها تصير منطقة فيها توسعة وبدهم يعوضوه بمبالغ كبيرة الدولة وكذا، فقال له بدك تطلع؟ فقال له طيب امهلني. وحاول وبحث عن ما يمكن أن يحصل به بيتا بديلا فلم يستطع، وصار الموعد ولم يجد بديل. ماذا فعل الإمام الشنقيطي، الشيخ أمين الشنقيطي؟ قال له لأولاده ومرته: قوموا طلعوا العفش تبعكم. وراحوا ذهبوا عادوا إلى الشارع، حطوا خيم، سكروا
مكان قعدتهم، حطوا شرشفين ثلاثة وكذا وقعدوا مرته وأولاده. نعم. فنفس اليوم بعد العصر بمر شخص من شنقيط، كمان ما بعرف هي منطقة يبدو كان فيها شناقة تقريبا ساكنين فيها، فسأل الشوفير تبعه شوف لي هدول شو بهم، قال والله هذا فلان العالم الشيخ أمين شنقيطي وكذا حدهم. فبيروح مباشرة بيشتري بيت وسجله باسمه للشيخ أمين، وبيقول له يعني ما استطاع ما لم يعني يتح له أن ينام ليلة واحدة في العراء، لأنه ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني وقليل ما هم هؤلاء، بس الثقة بالله عز وجل وحسن التوكل عليه هو مفتاح الفرج في مثل هذه الأوقات الصعبة. أنا بدي أطبق أمر الله عز وجل، أكيد الله عز وجل ما حيخذلني. فإذا كان عندنا هالشعور كما عند هذا الشيخ العالم العارف بالله، أكيد كانت أمورنا كثير اختلفت عما نحن عليه. نعم. ورد في الأثر يعني دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ هذا الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذوا عن الذين قالوا. نعم. نرجع لمصادر الفقه الأربعة الرئيسية، القرآن إذا عرفنا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة من المتعبد بتلاوته، يعني التعريف هذا لا ينطبق على غير القرآن الكريم، اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته. طبعا يخرج منها الحديث القدسي، يخرج منها الأحاديث العادية الشريفة إلى آخره. السنة يعني هو المصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي، يعرفون الأصوليين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي يستدل بها على الأحكام الشرعية، ويعرفون الفقهاء ما ثبت طلبه بدليل شرعي من غير افتراض ولا وجوب. يعني مثلا تقديم الرجل اليمنى أو اليد اليمنى في الوضوء، هذا طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل شرعي، ولكن لم يفترضه علينا ولم يوجبه علينا، فهو سنة. المصدر الثالث المهم أيضا مصادر الفقه هو الإجماع، إجماع العلماء المجتهدين. طبعا متى ما صار إنسان مجتهد عالم مجتهد خلاص لما بقى يتقيد بإمام آخر. طبعا الإمام المجتهد اللي هو مصدر الإجماع، وليس إجماع العوام وإنما إجماع كبار العلماء المجتهدين. يعني يجب أن يكون العالم المجتهد إحاطة بنصوص الشرع، اللغة، علوم الآلة. علوم الآلة لحالها 12 علم، من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين أيضا لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإمام الشافعي رضي الله عنه طلب منه أن يذكر دليلا من القرآن على الإجماع، فأطرق ثلاث إطراقات ثم ذكر الآية المعروفة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المصدر الرابع القياس الذي يلجأ إليه حين الضرورة. طبعا هذا القياس بالذات يحتاج إلى فهم وعلم شديدين، يعني نخبي من الناس من لديهم القدرة على ذلك. طيب ما هو تعريف القياس؟ حمل مجهول على معلوم بموافقته في علة حكمه. حمل مجهول على معلوم بموافقته في علة حكمه. يعني أضرب مثال، تحريم النبيذ. تحريم النبيذ لم يرد في القرآن الكريم، بس ولكن النبيذ مسكر، فلذلك نحن عندنا الخمر حرام لأنه يسكر ويذهب بالعقل، والنبيذ أيضا له نفس العلة، نفس الحكم ينطبق عليه. نعم. لذلك يعني حمل مجهول على معلوم بموافقته في علة حكمه، هذا الأمر يجب أنه نعرفه. إذا فصلنا أكثر نشوف الخمر لماذا حرم، نشوف معرفة سبب التحريم، نحتاج لعلم يسمى مسالك العلة. هذا العلم يسمى مسالك العلة. الخمر علة التحريم هو الإسكار،
الإسكار يعمل عمل لا يدري ماذا يعمل، يقول ولا يدري ماذا يقول، بسبب نشوة تحدث في الرأس وتبعد الإنسان عن اتزانه الطبيعي. إذا انتقلنا إلى الأشربة الأخرى، فكل شراب يتحقق فيه وصف الإسكار فهو حرام. نعم. يعني أيضا نذكر أنه كلمة حلال أو حرام، يعني كان الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، كل هذه الأجيال يعني تتهيب من كلمة حلال وحرام. يعني دائما يتذكرون قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حتى الإمام الشافعي اللي هو يعني أعلم من في الأرض كان وأذكى من في الأرض كان، كان يعني ما ينسب لنفسه. إذا كان مثلا شغلة ما متأكد منها، أحب ذلك أو أكره ذلك، فينسب لنفسه وليس لله. بل إن ابن القيم رحمه الله في كتابه المبدع أعلام الموقعين عن رب العالمين ترجمهم كصفتهم أنهم يوقعوا عن الله عز وجل عندما يفتون، وهذه مهمة ثقيلة جدا على من يتحملها. نعم. إذا نحن عرفنا علم الفقه، عرفنا شلون إجا، ولازم نحكي على أصل المذاهب اللي هو موضوعنا. الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ما اخترعوا المذاهب من عندهم، وإنما بدأ الأمر من الصحابة. عفوا. نعم. أصل المذاهب إذا يرجع إلى الصحابة، الصحابة ما كانوا كلهم مجتهدين. جماعهم أظن الإمام النسائي 22 صحابي، ثم جيل اللي بعدهم أيضا حوالي 100 تابعي. واحد أحد أئمة المذاهب كما هو معلوم الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه، هو من التابعين، لقى يعني عاش أو تعرف على جيل الصحابة الصغار. نعم. الإمام الشافعي الله يرضى عنه أيضا، يرضى عن الإمام مالك، يرضى عن الإمام أحمد، أيضا تلقى العلم عن الإمام مالك وذهب إلى العراق، أخذ العلم أيضا، تناقش العلم مع تلاميذ أبو حنيفة. أما الإمام أحمد بن حنبل فقد تلقى العلم عن الشافعي، ثم خط لنفسه خطا أميز يبحث عن الأثر وعن الحديث أكثر من الأمور الثانية. نعم. فيبقى الإمام الشافعي، يعني أنا شافعي بحاول أنه أسحب الحافلة طرفي، يبدو أقرب للشيء، يعني عامل توازن بين المذاهب كلها. نعم. ونحن في الحقيقة في هذا الزمن يعني مطالب نحدث توازن منصف يعني للوسط الفقهي، مشان ما تطغى مدرسة عن مدرسة، لأنه بنفقد يعني تفقد الأمة تراث علمي كبير. التراث هو الفقه، يعني الذي هديت به أمة الإسلام على مر قرون كثيرة منذ الأئمة الأربعة ومن قبلهم من جيل التابعين والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم. فلذلك يعني يجب أن لا نسفه ما وصل إلينا من أئمة ثبت عندنا ريادتهم في العلم، هم رواد في العلم، بالإضافة إلى ذلك إخلاص وتقوى وخشية من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: اتبع سبيل من أناب إلي. فإذا بدك تتبع واحد، شوف واحد هيك رحماني رباني، تحسن أنت تثق برأيه وتشوف حاله مع الله عز وجل، هذا يمكن أن تثق به. نعم. إذا الأمر اللي الآن يجب أن نركز عليه في هذا التنوع الفسيفسائي في المذاهب الفقهية الحالية، أننا يجب أن نركز على أن اختلاف الآراء لا يوجب التعنيف. يعني أنا كنت اشتغلت بالسعودية بالتسعينات، فكنت أزور المشافي كمندوب دعاية، فمرة زرت مشفى في هذا الشغل صارت معي شخصيا، مشفى في المستشفى العسكري في الجنوب،
في خميس مشيت قدام أبها. المهم صار وقت الصلاة، بدنا نتوضأ ونصلي. توضيت أنا وحاولت أنا في الموضة إنه نشف إيدي ونشف رجلي، ما لا استأسي على عادتنا. نحن شوام يعني بيخافوا كتير إنه إذا مبلولة رجليهم إنه يدعسوا على شغلة أو يصير شيء انتقال إلى أشياء مثلا تبطل الصلاة وما شابه ذلك. مهم واحد ماني منتبه له عم يراقبني، صلينا بعد الصلاة، مسكني بعد الصلاة قال لي أنا بدي أنصحك نصيحة تعيد الصلاة. قلت له خير إن شاء الله، ليش؟ قال لي أنت نشفت إيديك ونشفت رجليك وهذا مما يبطل الوضوء، والوضوء شرط للصلاة. فيعني هن يبدو آخذ قول من عن الإمام أحمد الله يرضى عنه، إنه الموالاة، يعني نحن نفهم الموالاة أنه لا يكون في هناك زمن انقطاع بين العضو والعضو. هو فهم التنشيف أنه هذا يخرق الموالاة. طريقة التفكير يعني كما ذكرنا العقول هكذا. فهو عسكري فايت بالصباط تبعه، قلت له طيب هلا فوتك بالصباط هي كمان ما فيها مخالفة لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعله. قلت له بس ما كان لا فيها السجاد الفاخر اللي عندكم ولا فيها كان كلياته حصير وبحص وحجار والى اخره. يعني متى ما عرف الانسان انه في هناك اراء اخرى فبخف تعنيفه للآخرين أو انتقاده لهم. نعم، من الذين يعني يبالغون في إنكار المذاهب، يعني أحد الأشخاص سئل رحمه الله، سئل أحد الذين يتصدرون لنبذ المذاهب سؤال: هل يجب ويلزم الشاب المتعلم أن يتبع مذهبا بعينه حتى يشتد عوده ويغزر علمه؟ أجابه الشيخ: الأمر يختلف باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشاب. إن كان يعيش في مجتمع مذهبي لا يعرفون الكتاب والسنة، يعني نحط هي خط تحت منها، فإن كان في مجتمع مذهبي لا يعرفون الكتاب والسنة، لا يعرفون سوى أن يتمذهب أحدهم حتى لو وصل مرتبة الدكتوراه، فمن كان في مثل هذا المجتمع فلا بد من أن تكون دراسته مذهبية. ونقترح على من ابتلي من الشباب ونقترح على من ابتلي من الشباب بمثل هذا المجتمع الذي لا يساعده إلا على هذه الدراسة المذهبية أن يضع نصب عينيه، أن لا يعتقد أن هذه الدراسة تساوي قال الله وقال رسول الله. المجتمع المذهبي برأيه هم بلاء، لا يعرفون الكتاب والسنة، فالتي تسير على المنهج الفقهي المذهبي لا تفقه الكتاب والسنة، وأنها بلاء منتشر في أمة الإسلام. نحن ننسى أنه في عنا يعني أصحاب المذاهب، الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه، عندك مليار مسلم في العالم يتبعوا هذا المذهب. إذا قلنا 60% مثلا أو 70% من العالم الإسلامي يتبع الإمام أبو حنيفة، عندك الشافعي رقم 2، ثم إمام مالك، ثم الإمام أحمد. فهؤلاء كلهم مجتمعات تسير على المناهج الفقهية. صح في هناك غلو، في هناك تعصب، في هناك تشنج، في هناك شدة في التطبيق، ولكن نحن علينا أن نبحث كيف نخفف هذه الأمور، لا أن نقفز إلى الطرف النقيض المقابل. نعم، أيضا كان يردد كثير في مناسبات كثيرة أن اجتهاداته مبنية على الكتاب والسنة، وهذه الاجتهادات هي التي جمعت الحق الذي لا يوجد مجتمعا في المذاهب الفقهية كلها. المذاهب الفقهية ما بتعجبه، وهو باجتهاداته المبنية على الكتاب والسنة هي التي جمعت الحق. لذلك عندما كتب هذا الكتاب، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحق والحق الوحيد والحق الذي ينفرد به عن غيره، وكل ما عداه إنما هو بعيد عن الحق. نعم، في أيضا مثال ثاني، طبع كتاب بالسبعينات والثمانينات أيام أشد الصحوة السلفية: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟
ألف، وهي كراسة صغيرة، ألف واحد من مدرس للمسجد الحرام محمد سلطان المعصومي الخجندي، نعم الخجندي المكي، نعم. وانتشر التأليف هذا بين شتى طبقات المسلمين، عوام، طلاب، عمال، مثقفين، كانوا يجوا على العمرة، يجوا على الحج، يتوزع بالمجانا بكل اللغات التي يسمح بها، يعني صار في سخاء بطرحه بين عموم المسلمين. طيب شو خلاصة الكراس هذا؟ وصل نتيجة تبديع من التزم مذهبا معينا من المذاهب الأربعة. وماذا فعل؟ نقض المقلدين للأئمة المجتهدين، ووصفهم ونعتهم بالحمق والجهل والضلال، وبأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعة. زاد الأمر طينة لشارح الكتاب اللي بدأ طبعاته الثانية، علق على بداية الكتاب: إن من يطلع، يعني الكلام فيه شيء حق وفيه شيء باطل، إن من يطلع على مناقشات أتباع المذاهب واختلافاتهم لا يشك أن فتنة التعصب المذهبي من عوامل انحطاط المسلمين وتأخرهم، لأنها مسخت عقولهم، فأصبحوا لا يفكرون إلا بعقول غيرهم، حيث أن الأئمة وتلاميذهم الأوائل رحمهم الله لم يتعصبوا لأقوالهم كتعصب الأتباع الذين نسوا حظا مما أوصاهم أئمتهم به، فأغرى الشيطان بينهم العداوة والبغضاء، فأوقدوا نار حرب أطفأها الله سبحانه وتعالى، بل أعرضوا عن أقوال المجتهدين، وعضوا بالنواجذ على افتراضات المتأخرين الذين لم يبقوا من المذاهب إلا الاسم. حقيقة أهم اعتراضات من على اتباع المنهج المذهبي أربع أشياء أساسية: الأول إهمال الاستدلال بالقرآن والسنة، يظنون أنهم عندما يأخذوا قول أبو حنيفة أو الشافعي فإنما أبو حنيفة والشافعي يأخذه من بيت أبيه هذا الحكم. إهمال الاستدلال بالقرآن والسنة، تعطيل حركة الاجتهاد الأمر الثاني. الأمر الثالث أدت إلى التعصب المذموم. الأمر الرابع نشر روح التحزب والتفرق. ممكن نضيف كمان ضعف الهمة، على يعني صار في هناك كسل، عدم متابعة، صرنا نلوك ما يأتينا به فقهاء المذاهب ومتأخريهم بالذات. نعم. طيب إذا يعني علماء المذاهب ماذا يقولون؟ يشجعون على علم الفقه الذي هو أشرف العلوم. إذا بتتذكروا معنى العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ويضعون نصب أعينهم أن يكونوا من هؤلاء الذين يريد الله عز وجل بهم خيرا. طبعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، طمعا أن يكونوا من هؤلاء الذين قال الله فيهم: من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين. وفي الحديث: يا أبا ذر، لئن تغدو فتتعلم آية في كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولئن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أم لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. هذا موجود ترغيب والترهيب، يعني حث الإسناد المنذري. وفي الحديث أيضا: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب، الإمام أحمد رواه. وفي الحديث أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أيضا رواه مسلم. طيب كيف، ماذا يعمل أصحاب المذاهب؟ يعني أنا حأضرب مثلا بحالي، أنا تربيت على مذهب الشافعي، ودراستي ربك حميد أنه عائلتنا شوافعة، ولما رحت إلى المسجد كان أيضا يعلمون المذهب الشافعي. لما يجي الطالب على المسجد بيبدأ بعلمين أساسيين، يعني صف سابع، يعني واحد 13 سنة، علم الفقه وعلم النحو، وبيبدأوا معنا بكتاب بسيط في الفقه اسمه كتاب متن الغاية والتقريب، سموه متن لأنه المفروض يحفظه الإنسان، متى ما حفظه بيبني عليه شغلات كثيرة بعدين. مؤلفه القاضي أبي شجاع، لذلك مشهور كان متن أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني، طبعا فيه سرد للأحكام دون أدلة. طبعا هو متن
بس المتن هذا يوجد عليه شروحات كثيرة، أهمها يعني شروح شرح مبسط سهل دكتور مصطفى ديب اللغة، يعني كان أهم انتقاد لأصحاب عدم المذهبية أنكم لا تبحثون في الدليل، فصار الناس كثيرين من العلماء يبدأون بذكر الدليل، وهذا ما فعله الذين أرادوا أن ينقلوا علم الفقه الشافعي من عباراته التقليدية القديمة قد تكون صعبة على الآن أهل العصر، نقلوها إلى بلسان بسيط مثل كتاب الذي ألفه الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا والدكتور علي الشربجي، الفقه المنهجي يسموه، عبارات عصرية مع وجود أدلة. المهم يعني في هناك أرجوزة أيضا على كتب متن الغاية والتقريب اسمه نهاية التدريب نظم غاية التقريب، وهذه الأرجوزات كانت شغلة يعني ابتكار عظيم من علماء المسلمين، فما بيصير واحد عمره 12 13 سنة إلا بيكون حافظ له كذا ألف بيت بشتى العلوم، بعدين بيفهمون بعدين بيتعلمون إلى آخره. بالمناسبة هذا الشرح نهاية التدريب نظم غاية التقريب موجود على الإنترنت بشرح الشيخ أسامة رفاعي حفظه الله، كثير هيك أسلوب سهل وظريف بيشرح هالأرجوزة وبيبين أهمية الفقه وضرورة تعلم الفقه. نعم، طيب شو بيساوي الطالب لما يفوت على المسجد يخلص كتاب مثل الغاية والتقريب؟ إذا كان عنده مجال يستمر بيقرأ كتاب متوسع أكثر فيه اسمه المقدمة الحضرمية، بعدين عمدة السالك، صار في بقى في 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 دلا في دل في أدلة على الحكم وعلى الفقه وإلى آخره. كان هناك درس أيضا درس صباحي للشيخ أسامة يدرس كتاب المجموع للإمام النووي الله يرحمه، يستفيد فيه الشيخ بذكر الأدلة وما يعرف بعلم الفقه المقارن، يعني معروف أن كتاب المجموع هو من أكبر وأهم مراجع الفقه المقارن الله يرضى عن صاحبه، وبالأصل شرح لكتاب المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي. يقول عنه الحافظ ابن كثير: لم يؤلف في كتب المسلمين مثله، يعني ترتيب لأبواب الفقه، سهل العبارة، يحوي علوم متنوعة، بحر زاخر منها من شتى العلوم. يعني لما بناقش الأدلة، أنا ما صح لي أحضر كل الدروس، بس لما بناقش الأدلة لكل مذهب يحتار القارئ، وتجي دهشة الواحد أنه يا ترى من دقة الفروقات بين الأقوال، أنه ليش هيك هذا اختار وليش هيك هذا اختار، وهذا معه حق وهذا معه حق إلى آخره، بدل أن نقول أن نأخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف. لما بشوف هالفيض الهائل من العلوم بيشعر المرء كم هو بحاجة إلى علوم كثيرة يخوض باستنباط الأحكام من القرآن والسنة مباشرة، يعني مثل ما ذكرنا علوم الآلة 12 علم، علوم الغاية والقرآن والسنة والتفسير، هذا كله مطالب فيهم. نعم، لذلك هلا يعني نحن لماذا يعني ندوم هذه الدعوة التي تثار حاليا مطالبة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ويقولون هم رجال ونحن رجال، وإذا طلب منهم من أحدهم قراءة نص حديث بدون تشكيل يملوا التشكيل، ممكن والله حتى بتشكيل، فإنه يقع في أخطاء يعني لغوية قاتلة فاحشة. نعم، مثل ما أن الفقه المقارن لابد من فهمه، لابد من الاعتراف على القرآن، لأن هكذا إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني أبسط مثال، كل العلماء الفقهاء بيقولوا على القرآن، بيقولوا هذا القرآن باللغة أصلا، مختلفين علماء اللغة بين الطهر وبين الحيض، فما بصير أنت تقول هيك قال الشافعي كذا وقال الحنفي، مرحبا، هذا استدل ببيت شعر وهذا استدل بقول وهذا استدل بفعل إلى آخره. نعم، يعني مثل ما قلت أنا بدينا نعقولنا مختلفة، فممكن واحد يفهم أمر أو يتقبل أمر، يعني مثلا نحن عم نقرأ القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، نجي بنقول له هدول الشباب اللي ناشئين بالعلم بدهم يرجعوا إلى الكتاب والسنة،
ماذا تفهمون من هذه الآية؟ وماذا تستنتجون من أحكام فقهية منها؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فيقف واحد ما يستطيع، يلي بيستطيع بيقول لك ممكن إنه الإرضاع واجب على الأم. بنقول له لا، نحن يفهم منا أيضا أن الإرضاع ممكن تقوم به الأم تطوعا، ولو أراد الله عز وجل أنه يحسم الأمر ماذا كان يقول؟ وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا في هناك في اللغة العربية جملة خبرية، هي إما أن تكون أمر بصيغة صيغة بشكل خبر، أو أن تكون خبرا. فالرضاعة حق للأم، يمكن أن ترضع ويمكن أن لا ترضع. مثال أيضا، مثال بسيط أيضا، خلاف طويل عريض بين الشافعية والحنفية حول المني، هل هو طاهر أم نجس؟ سجال وكل مذهب من المذاهب له أدلته، لا داعي الآن للخوض فيها. أنا شايف أنه ما كثير معنا وقت، لسه ما فتنا بالموضوع كله. مقدمة أبو حسان، شو نعمل؟ نشطح كم فكرة ولا؟ سيدي، يعني إذا بترغبوا نعمل جزء ثاني إن شاء الله الأسبوع المقبل. يعني لا، بتلاقي إن الموضوع بيستاهل جزء ثاني. نعم، إذا طيب بترغبوا هلا. خلينا لكان نشوف الأقوال بس مشان نحطها كمرجع للمرة القادمة. عندنا 3 مناحي رئيسية حنوقف عندهم، شو رأيك أبو حسان؟ ونخلي القسم الثاني من الجلسة للمرة الجاية. عندنا أهل المذاهب الذين يدافعون عن مذاهبهم بشدة، عندنا أهل الرأي، ليس الرأي، أهل الأثر الذين يبحثون عن الدليل والذي تتمثل يعني بالفكرة السلفية التي يعني بين قوسين ابتعاد عن المذاهب، والمنحى الثالث الذي هو التيسير، أن يبحث عن أشياء ميسرة بسبب الوضع الآن الناس ووضع المسلمين وكيف الناس عم يبتعدوا عن الدين. يعني هذا الأمر الذي تولاه كتاب فقه السنة في الأول السيد سابق عليه رحمة الله، وهو من علماء الأزهر، ثم بعد ذلك تبنى الحملة الشيخ يوسف قرضاوي عليه رحمة الله. فهدول 3 مناحي رئيسية حالية. طبعا عم نحكي المناحي المسموح بها، أما عدد ولا حرج المناحي الآن اللي شزت، اللي صار يفسروا القرآن على كيفهم، اللي لغوا السنة، اللي طعنوا بالبخاري، اللي غيروا المصطلحات، هدول ما عم نحكي فيهم، عم نحكي عن الاتجاهات الثلاثة الرئيسية. إن شاء الله ممكن يعني هلأ نوقف، مو لازم نوقف 9 هلأ، ونخلي القسم الثاني من البحث للمرة القادمة، مش شرط الأسبوع القادم، ممكن المرة القادمة. وأنا إذا في حدا عنده تعليق على القسم الأول من الكلام ممكن نسمع منهم. أنا ما توقعت المقدمة تأخذ وقت طويل، فعذرا. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير، وأحسن أحسن إليكم، أحسنتم وأفدتم، الله يبارك فيكم. نفسح المجال الآن للأسئلة والمداخلات، فعلى من لديه سؤال أو مداخلة إشارة إلى ذلك برفع اليد أو كتابة سؤاله في غرفة الشات. تفضل. السلام عليكم شيخ طه. عليكم السلام ورحمة الله، والله توقعتك أول واحد تسأل، أنا بخاف من أسئلتك. لا والله لا، بس على آخر فكرة ذكرتها، على الثلاث، مش ثلاث مذاهب، ثلاث أفكار، يعني إنه الأخذ بالمذاهب، الأخذ بالأثر بالدليل. والدليل، والثالث هو التسهيل على الناس. أنت شخصياً ما هو رأيك بين هذول الأفكار الثلاثة؟ يعني أنا متمذهب، ويعني أتمسك بالمذهب، ولا مانع لدي، ليس فرضا علي التمذهب. أنا أميل إلى أخذ أمور ثانية عندما لا أستطيع. يعني مثلا أنا ب 2017 جيت مرحلة، بتعرفها أنت، مرحلة مرضي، ما عاد أحسن أمشي. فإذا بدي أطبق المذهب الشافعي بالطهارة والنجاسة وكذا، ما بقعد بصلي، حامل نجاسه وين باي لحظه من اللحظات، عرفت كيف؟ فانا باخذ مذهب الامام مالك لانه هو ايسر باحكام الطهاره، عرفت كيف؟ وكثير ناس بعرفهم انا بسبب تمسكهم بالمذهب ببطلوا يصلوا. لا اخي، صلي انت
وطبق مذهب ثاني، لمس المرأة مثلا. هلا بذكر الوالد قصة، هلا بناخذ وقت. الوالد الله يرحمه كان شديد الحرص على المذهب الشافعي، فكان مثلا خاصة في الطواف بيحاول انه ما حدا يمس ايده لانه وين بده يرجع. فكنا عم نطوف طواف إفاضة وضابط ايديه، يعني ما له بالطبع، كمان ما له طبق السنة، خوفا انه حدا يمس ايده. فضابط المناشف هيك وماشي على مهله وكذا، هو ضعيف الجسم وماشي معه. نحن انا يميني وواحد على شمالي كمان، بفوتت موجه من الافارقه، هذول بفوتوا افواج افواج، شله شله. فنحن ارتهنا بيناتهم، وحده من هيك من اصحاب الاقدام الثقيله دعست له على رجله. شلون؟ فيعني اطلع اللي شو بدنا نتوضا، وين بدك تتوضا؟ وين بدك ترجع؟ بدك تروح وترجع، راح عليك طواف الافاضه. شلون؟ فيعني لابد من، لا في، لا في ضروره شديده. هلا ما بتحسن تقول مذهب واحد، حدا بيحج على مذهب واحد. عندك المبيت، عندك احكامه، عندك. لذلك نحن بنلوم هدول اللي قالوا انه الحج اذا ما حجيت شو اسمه متمتع ما صح حجك. يعني هالشده هي باتخاذ احتكار الحق هو المشكله. فاذا انا عم قلد مذهب وبعرف انه هذا مجتهد وقد يخطئ وقد يصيب، والله بيعرف مين المخطئ ومين المصيب، فأنا قد يعني اجتهدت اجتهادي وأقلد في الأمور الثانية. بس ما بصير أنسف أنا المذاهب كلها وفوت أنا أختار الدليل وأختار. شلون بدي أقول لك مثلا كلمة بسيطة مثلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. بدي استنبط منه حكم انا، ما بحسن الا ارجع للعلماء، حتى اللي انا بنبذ من الزبيه بدي ارجع لكتب الحديث. طيب الحديث مين اشتغل فيهم؟ اشتغل اهل المذاهب بالحديث، ما درينا واحد من البخاري ولا مسلم ولا كل هدول العظماء اللي نقلوا لنا الدين، انه كانوا عم يدعوا انه هن الحق وهن الصواب وغيرهم. لا، فالغوص في هذه الاشياء اذا عندي وقت انا بفوت بتعلم لغة عربية، بعرف انه هي الواو يا ترى هل هي وانه لفسق، هل هي حالية ولا هل هي استئنافية، والحال شو يعني، والعامل باللغة ماذا يعني عامل في النحو. قصص طويلة عريضة. مثال بسيط جدا عم اقول لك، يعني مثل ما قلت موضوع المني، هل هو طاهر ولا هل هو نجس، خاضوا فيه وقت طويل، وهذا للاسف غلط. يعني كمان يلام أصحاب المذاهب إنه فاتوا بالتفصيلات الدقيقة، صاروا الإنسان يتوه. فلا بدنا النقيض، يعني حبذا لو نحول لأيدنا طرف نتفق عليه كلياتنا، أن نرضى بمذهب ونطور حالنا بعدين. أما نكون بدون مذهب نمسك كتاب فقه السنة ونبحبش فيه نطلع، والله قايلنا إنه نروح نتعلم، وأن لئن يغدو أحدكم، والنبي حرضنا على تعلم الفقه، بعدين بحط عندي مرجع اسمه فقه السنة، وكل ما صار معي شغلة بفتحها. طبعا أنا عامي، إذا أنا عامي لا مذهب لي، أو أنا عامي مذهبي مذهب مفتيي، بس هل أرضى أن أكون عامي أنا إنه هيك يكون نفسي؟ والله أعلم. أنت دريت يعني تعيش بالسعودية وشفت الواقع هنيك، يعني ما بعرف شو رأيك أنت مدى يعني تمسكهم بهذه الفكرة. إنه طبعا في قسم كبير منهم حرام، أهل السعودية في من علمائهم، يعني ذكر بس مثل الشيخ بكر أبو زيد شرح المذهب الحنبلي وعطى مقدمات كثير لطيفة وأهمية الفقه. يعني في منهم مذهبيين، مو إنه ما في منهم، والآن قلبوا السكة مباشرة، هلا صاروا ينبذوا الشيء عدم المذهبية. وهلا يعني حتى لجنه حكماء او مو حكماء، شو بسموها، هيئه علماء، هيئه كبار العلماء، ضموا الها مذاهب الاخرى، يعني جابوا مشايخ من الاحساء، من القطيف، من جده، من مكه، من المدينه، مذاهب اخرى صاروا يعترفوا فيهم. من اول لا، اي واحد بده يتكلم باي لغه، يعني حتى اذا واحد دريو فيه مثلا صلى وقنت القنوت الصباحي بيروح ببلغوا عليه، كانوا انه شلون هذا عم يقنع، شلون عم يخالف المذهب تبعنا. والله عز وجل اعلم. انت سالتني وانا لازم اسالك، فاحكي لنا عن تجربتك انت.
لا تجربتي بالسعودية والله مثلك، بس أنا اللي لاحظته يعني بالسعودية وغير السعودية يعني هو يعني فرق بين العوام الناس وبين العلماء يعني بشكل عام يعني. وكشخصي شخصيا انا بوافق تمام على فكرتك انه يكون عنده مذهب، بس انه طبعا يكون ما انه متحجر يعني، خاصه عند الضروره ياخذ بالاراء الثانيه يعني. والله اعلم، جزاك الله خيرا. الله ياكم يزيد. الله يبارك. أي سؤال آخر أو مداخلة؟ ايوه لو سمحت. إيه تفضل تفضل. مأمون، السلام عليكم. الله يعطيك العافية وجزاك الله خيرا. الله يخليك. سؤال هو من شعبتين، إذا ممكن أن تعلق لنا على الحديث، ما اختار ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما دام حلالا بالمعنى. السؤال الثاني إذا هو أنا عم صلي إمام وأخي وراي، أنا حنفي وأخي أنا حنفي وأخي شافعي، فنزل الدم مني وأنا إمام، فحسب المذهب الشافعي يبطل صلاة يا ترى صلاته مقبولة ولا لا؟ جزاك الله خيرا. طبعا نحن بالنسبه للامام مو مكلف انه يتحمل يعني اعباء المامومين، ما حيقول له انا بس بدي انوي الصلاه، ما عم حقول لوراي انا مذهبي كذا وانتم اذا صار معكم كذا الى اخره. فالشافعي بيصلي وراء الحنفي بكل اريحيه، والحنفي بيصلي وراء الشافعي وتقبل صلاته ان شاء الله تعالى. يعني ما بدها هالتشنج الزايد بصلاة كل واحد من... طبعا في فترة من الفترات صار في تشنج وصار في تحزب شديد، بس الحمد لله الآن يعني تقاربت الأفكار. دائما الضد بيظهر الضد، يعني لما طلعت الدعوة إلى عدم التمذهب خففوا جماعة التعصب المذهبي من حدتهم، صاروا يتقبلوا الطرف الآخر، وهذا أمر ميز. كما تقبل موضوع الحديث، يعني هلأ مثلا نحن لما بنحكي بالحديث ما كان حدا من الخطباء يفز ويحكي اشكال الوان ولا حدا يقول له شو عم تحكي، لا احد حديث موضوع ولا حديث ضعيف ولا. هلا صار اجباري كل فقيه كل امام كل خطيب بده يحكي بده يجيب لهم رواه فلان وصححه فلان والى اخره. فهذا التقارب بين الطرفين نامل انه يعطي نتيجه جيده، بشرط انه ما يتشنج كل واحد برأيه ويصادر الحقيقة أنه أنا صلاتي صحيحة، أنا اتجاهي مضبوط. الأمر الأول والله نسيت شو عندي، شو الأول الشغلة الأولى؟ ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما دام نعم، حلال. في فرق بين التيسير وبين شو بتسموه التساهل. فنحن الناس تميل إلى التساهل الآن، اما التيسير على عيني، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس الان ما عم تبحث عن التيسير. معظم الناس بيتساهل انه اخي، يعني تخيل واحد بده يتجوز مثلا، هون دري انه مثلا ممكن يتجوز على 3 مذاهب ولا واحد منهم مثلا صح. يعني مثلا بيروح بده يتجوز واحده بدون مهر وبدون شهود وبدون ولي. الولي بيشترطه ما بيشترطه ابو حنيفه، والشهود امام مالك ما بيشترطهم. طبعا طبعا نحن فهمانين غلط امام مالك، الامام مالك بيشترط شهود على الدخول وليس على العقد، فهن بيمزجوا الامرين وكذا. فممكن يطلع لك واحد شيخ يفتي لك انه تعال انا بجوزك بكفي انا شيخ، لا بدك شهود ولا بدك ولي امر ولا بدك شيء. فهذا هذا هذا اسمه يعني تلاعب بالدين، أقل منه هو التبسيط الأمور. أما التيسير على عيني شلون يعني ما في. النبي صلى الله عليه وسلم لما إجوا الصحابة دلوه على شخص قتل بسبب سوء وسبب تشدد، فج رأسه وهن بسفر، فقال له وصار عليه جنابة، فقال لهم بدي تيمم. قالوا شو تتيمم؟ أنت بدك تتوضأ أو تغتسل عفواً. فاغتسل ومات. فقال الكلام المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. احنا بس نميز بين التيسير، تيسير على راسنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في كلام. شلون؟ لن يغلب عسر يسرين، ولكن القصد ان لا يكون في هناك تلاعب، والاخف درجه ان لا يكون هناك تساهل. يعني بس فقط، والله عز وجل اعلم.
هو سؤالي ما كان عن التشنج، احنا كنا عم نصلي وراء امام على ما اعتقد، و مو حنفي ولا شافعي، قال انه عمل الشغله خطا يعني او شغله معينه. ليش هو يحكي عليه؟ فهو لا، هو قال لازم تعيدوا الصلاه تبعكم يعني، لانه هو عمل الشغله حسب مذهبه انه تبطل الصلاه. ما لو انا ما ما هذا جاهل، حتى بمذهبه جاهل. هو سالنا انه عيدوا الصلاه لانه انا اخطات يعني، مع انه هو كان امام الفرق يعني. الفرق إذا أخطأ مثلا لقض وضوء شيء، ولا ارتكب يعني من محرمات الصلاة مثلا شيء، يعني شو اللي بينقض الوضوء بالصلاة؟ كان لها علاقة بمسح على الخفين يعني، شغلة بسيطة في خلاف المذاهب يعني، هذا قصدي يعني. يعني هو صلى ماسح خفين، بعدين قال لهم صلوا لا تصلوا اعيدوا صلاتكم، ما زبطت المثال، مو ظابط. ما أتذكر بالضبط شو كان المشكلة، بس يعني شغلة فيها خلاف بين المذاهب حسب مذهبه وصلاته. بده يكون حكيم الإمام، عرفت كيف؟ ايوه يعني بده يراعي الحكمة ويراعي الناس اللي حوله. نحن بالغربة هلا هون يعني كثير الأمور سهلة ومتقبلة، شلون؟ إنه يصلي حنفي ورا شافعي، وشافعي ورا حنفي، ولا مالكي ورا حنبلي، إلى آخره. شلون؟ الله عز وجل أعلى. المهم إنه نخفف من التشنجات ومن الأشياء الجانبية التي تعيق هيك النهضة الإسلامية الشاملة إن شاء الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله عز وجل أعلم. الله يجزيكم خير، الله يبارك. سلمى. يعني في سؤال أخير ثاني، يعني سأخذ هذا السؤال إن شاء الله ونتوقف. مو دوبنا نلحق الصلاة. نعم سيدي، يعني ما رأيكم في موضوع التلفيق بين المذاهب؟ تلفيق بين المذاهب. هذا مو من التيسير، هذا من التسهيل. يعني المفروض ما نوافق عليه، ما نوافق عليه، نعم. وخاصة في العبادات. يعني مثل ما مر معنا، دينك دينك لحمك ودمك، انت شو عم تصلي؟ على مين عم تضحك؟ عم تلفق إلى آخره. إلا إذا كنت أنت درست هذول الأحكام، إنه والله أنت فعلا درست إنه هذا نزول الدم مثلا لا ينقض الوضوء، إنه لمس المرأة لا ينقض الوضوء. أما تقلد تقول هيك وهيك وإلى آخره، هذا يعني تلاعب. الله عز وجل أعلم. يعني أنا لا أميل أبدا إلى التلفيق، يعني كل المشايخ يعني بينهوا عنه. يعني شنو؟ الله يجزيكم الخير، الله يبارك فيك. يعني أدركنا الوقت إن شاء الله، إن شاء الله الجزء الثاني في الأسبوع المقبل. لا، أنا أظن يعني حاجة الموضوع يعني يعني مش آخر حتى وقت. ما يظهر إنه أنا عميل للتمذهب. يعني بدي أنفض بريشي ونخلص من الشغلة. الله يبارك فيك، الله يجزيكم الخير، الله يحفظك. الله فيك، يبارك فيك. أستودعك الله، الله يجزيكم الخير. السلام السلام. عليكم. السلام ورحمة الله، مع السلامة. مع السلامة.